مرحبا يا أطفال، عمو يزيد يعطيكم موعد بحلقة جديدة من حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. في هذه الفترة هذه يوم 18 جانفي هو اليوم العالمي للبلدية في الجزائر، يوم 17 يناير هو اليوم العالمي للاجئين والمهاجرين. واش كاين يوم 12 يناير؟ بداية السنة الأمازيغية. برافو. والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة حكمة مثل. اليوم سنتعرف على شخصية رابح إدير، هو مناضل في الحركة الوطنية الجزائرية، ولد في 22 أبريل 1935. إذا أحبائي كما وعدتكم رح نحكي لكم حكاية الفيل والخيط الرقيق. يلا تغنوا كم معايا إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون. وانتم إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدوله، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء. ترقبونا، كونوا في الموعد مع عمو يزيد.